طالت الغاتسيه، الغاتسيه يعني صحيح انه مسجل 19 هدف لكن قبل 12 هدف وهو والفارق 7 اهداف فقط. وكره لعبت لورس تراشي بيغير اللعب الى جيت سيف حشان كنترول رائع جدا بيلعب له كره ارضيه وتأتي الى بن مطوع وكره عرض في العرض فرصه خطره فرصه جول اوه. وهناك يعني احتكاك عادي بين الطرفين اللاعبين هذا امر طبيعي يحصل في ارضيه ملعب المباراه. وكره لعبت الان الى سيف الحشان لم يبرز بتمريره لم يبرز بكره ولكن قد يبرز في هذه العرضيه ممكن العرضيه حارس المرمى اوه يقف بشكل جيد تعطي افضليه ولكن ربما ذلك لكن اذا كان لاعب مميز في الكرات الثابته يغير كل استراتيجيه هذه لكن اللاعب المميز كذا بدر مطوي يلعب من كرة واحدة فقط من كرة واحدة فقط يسجل جيت اليسار يلعبها بها عبد الرحمن ومعاذ والضفيري وبيلعب كرة لكن ما كملت وبالتالي كرة مقطوعة تصل للقادسية ارتداد سريع من بدر مطوع بيلعبها جيت اليمين الى سيف الحشان ممكن الى لوكس غير رايه بيغيرها الى جيت اليسار الى المنطلق في الجهة اليسرى تراشي لورنس تراشي اضافة هجومية في الجهة اليسرى هو تراشي في وجود غيابات على صعيد الدفاع ايضا لنادي غاتسي بداعي الاصابه كره ملعوبه الان بدر مطوع باي كره جول عبر هذا التبديلين وكره ابعدت وصلت الان للضفير الغاتسيه عاليه في الامام اوه خالد ابراهيم كره الان الى قاسم الزين الان في جهه اليمنى اللبناني لنادي النصر لعبه قصيره اوه واضح كان هو اللاعب كان في وضعيه تسلل من عدي الصيفي في الجهه اليمنى الى سيف والتمريره لكن هناك قراءه ومتابعه لاعب النصر وبالتالي كره مقطوعه ناصر عجمي والى معاذ ظفيري الى الجهه اليسرى محمد دحام بيلعب له كره في العرض الى سيد ضياء مع البحريني وتجديده الى سيد ضياء يتركها وبالتالي تصبح الان رميه تماس لعبت على طول سريعه الى طلال عجمي داخل منطقه بيلعبها النصر اكثر لكن التسديده بهذه الطريقه هي اصلا في الاصل الزاويه صعبه لان كان موجودا فيها حارس المرمى كان من المفترض ان يعمل في هذه الاثناء وفي هذا الطرد وبالتالي القادسيه الان الكره معاه والنتيجه ايضا في صالحه والنقص العددي في جانب نادي النصر اكيد يعمل بجانب نادي النصر وكره لعبت الان لبدر المطوع يلعب له كره ارضيه تصل ومحاوله موجوده لا زالت للضفيري والثنائيه وبدر المطوع ايضا بيلعبها بينيه الصداره يزاحم اكثر نادي القادسيه ب 22 نقطه يصبح الفارق نقطه ايضا في هذه الاثناء عبد الله عرب ينهي احداث شوط المباراه الثاني واللقاء بفوز نادي غاتسية على نادي النصر نصر المتصدر رغم ذلك لا زال متصدرا وأصبح نادي غاتسية هو صاحب المركز.